بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف إن شاء الله المحاضرة الثانية من شابتر نيوبليزيا. كنا احنا حكينا عن الفرق بين البناين والماليجنت تيومرز. كنا احنا بناين في العادة بكون سمول والديماركيتد سلو جروينج، وان الريت اوف جروث بكون والديماركيتد او انكابسوليتد، بتكون في العادة نان انفيسيف، بتكون محترمة حالها زي ما احنا شايفين هنا. طبعا ما في ميتاستاتيك، وتكون في العادة والديفرنشيتد اي نفس الديفرنشيشن تبع ايش تبع الخلايا الأصلية. بالنسبة للماليجنت قلنا في العادة بتكون large in size, poorly demarcated, وبتكون infiltrative داخل على اللي حواليها, rapidly growing with hemorrhage and necrosis, local invasive وعندها قدرة على metastasis والroots اللي حكيناهم، بالإضافة إنها تكون poorly differentiated. طيب الآن إحنا كالإبديميولوجي على الكانسر incidence in Gaza Strip، هذا إحصائية في آخر فترة من 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 من, من خلال من 2014 ل 2018 في خمس سنوات هدول. طبعا زي ما احنا شايفين في زياده طبعا في الاعداد، طبعا نتيجه الزياده الطبيعيه تبع اعداد السكان في الانسيدنس تقريبا الميل اكثر من الفيميل بشوي، 55% 45% بروبوشن ديستريبيوشن حسب المحافظات. طبعا بما انه غزه هي اكبر محافظه من ناحيه السكان، في اكبر نسبه فيها. البرسنتج لما نيجي نحكي عن most common types of cancer، طبعا بشكل عام في الميلز والفيميلز عندنا بريست اول اشي، بعدين بيجي عندنا كولوريكتال، بعدين لوكيميا، لونج، ليمفوما، ثايرويد. برسنتج of most common types of male cancers، كولوريكتال رقم 1، لونج رقم 2، لوكيميا رقم 3. هدول الثلاثة مطلوبين تعرفوهم يا جماعة، تعرفوا لي اول ثلاثة، اول واحد لو كولوريكتال، ثاني واحد اللونج، ثالث واحد الكيمياء. واكيد هيجيكوا سؤال في الامتحان او في الكويز من هدول من على هذه الصفحه. البرسنتج اوف ذا موست كومن تايبس اوف فيميل كانسرز، بريست رقم 1 طبعا، كل ريكت رقم 2، وثايرويد رقم 3. نيجي الان على المولكيولار بيزز اوف كانسر. مولكيولار بيزز اوف كانسر، نحكي الان على الكانسر من ناحيه مولكيولار بيولوجي، مولكيولار جينيتكس. نعرف it has become eminently clear that cancer is a disease caused by mutations that alter the function of a finite of subset of 20,000 or so human genes. يعني تقريبا إنه في عنا 20,000 جين بيساهموا في موضوع الكانسر. 20,000 جين بصير في mutation بيساهموا في الكانسر. إحنا لما نيجي نحكي إحنا على مولكيولار بيزس، مش نحكي على 20,000 جين، هنحكي على الجينات اللي بتتحكم في موضوع الـ growth regulation، cancer genes. هذه اللي بنسميها الـ cancer genes هي إيش؟ can be defined as genes that are recurrently affected by genetic aberrations in cancers، اللي متكررة في كتير من أنواع الكانسرز. genes اللي بصير لها mutation في كتير من أنواع الكانسرز. the most common genes اللي بصير لها إيش؟ mutation في كتير من الكانسرز. presumably because they contribute directly to the malignant behavior of the cancer cells. هذه الجينات الميوتيشن تبعتها هي اللي أعطت الخلية الكانسر اللي صار لها transformation القدرة على اللي هو الهول ماركس تبعت الكانسر اللي حكيناها في بداية الشابتر يا جماعة. فالمقصود بالكانسر جينز الجينات المتكررة اللي بصير لها ميوتيشن في الخلايا السرطانية، وهذه الجينات هي اللي بتعطي خلايا السرطان إنها القدرة على malignant behavior اللي هم الهول ماركس of cancer اللي حكيناهم في بداية الشابتر الماضي، اللي هو self-sufficiency in growth factors، عندها قدرة تصير إنها تفرز growth factors لحالها، إنها بدهاش من برا. growth receptors برضو إنها تصير تعمل growth receptors لحالها، برضو إنها تصير evasion of death. أنا أحكم بالتفصيل كمان شوية إن شاء الله بإذن الله. فالمقصود اللي هنا malignant behavior of the cancer الجينات اللي بتأدي لهذه الخلايا إنها تصير عندها القدرة على يصير عندها الهول ماركس تبعت الكانسر اللي هو صفات الكانسر، صفات خلايا الكانسر الأساسية. هذه بنسميها الكانسر جينز، هذه الكانسر جينز، وهذه نوعا ما عددها قليل بالنسبة لل 20,000 جين اللي يحكى عنهم. لما نيجي الآن على fundamentals and principles of molecular basis of cancer، fundamental principles اللي هو الخواص الأساسية أو المبادئ الأساسية لكيف بصير الكانسر، نبدأها بشكل مبسط خطوة بخطوة. لما نيجي نحكي إحنا non-lethal genetic damage، إيش المقصود non-lethal؟ غير مميت. لأنه لو صار genetic damage مميت خلص الخلية تموت من أساسها، مش راح تقدر تعمل proliferation،
لكن هو نال ليثال جينيتيك دامج. خليه ظلت عندها قدره انها تعيش فيها الجينيتيك دامج، معناته صارت خليه ترانسفورم، صارت خليه اوت اوف كنترول. في البدايه عندنا بتكون بنان ليثال جينيتيك دامج. ممكن يكون هذا الجينيتيك دامج او الميوتيشن ممكن تكون انهيريتد ان ذا جيرم لاين، ممكن تكون الواحد يعني يكون الانسان اخذها عن ابوه او عن امه، يعني اجت الجينيتيك ميوتيشن هذه موجوده في الخلايا في الجيرم سيلز، في الجيرم سيلز. وطبعا هذا بما انه في الجيرم سيلز معناته هذه الميوتيشن هتكون موجوده في كل خلايا الجسم، لكن مين اللي فيهم مفعل او مش مفعل هنا بتحدد. المقصود هذا اللي هو الامراض الوراثيه، الامراض السرطان الوراثيه اللي في العاده بتيجي مع مين؟ امراض السرطان الوراثيه اللي بتيجي مع هذا امراض السرطان الوراثيه اللي بتيجي ممكن تيجي مع الخلايا الجينيه نفسها مع الجيرم سيلز، او ممكن تكون اكوايرد ديورينج لايف. يعني الواحد انولد طبيعي ما كانش عنده ميوتيشن، وديورينج لايف بدات تصير عندنا اكوايرد ميوتيشن، اما تكون انفايرومنتال كوزز، شيء يعني يكون مثلا واحده من انفايرومنتال كوزز اوف كانسر هنحكي ان شاء الله خلال المحاضره الجايه، او سبونتاني يعني من غير سبب واضح تصير اكوايرد ميوتيشن من الانفايرومنتال زي الكيميكلز راديشن فيروسز، هذه كلها ممكن تعمل اكوايرد جينيتيك ميوتيشن ديورينج لايف. يبقى لما انا اجي احكي نال ليثال جينيتيك دامج، صار عندنا جينيتيك ميوتيشن، ممكن تكون جينيتيك ميوتيشن هذه اجت مع الجيرم سيلز من يعني من حد من ولد وهي معه، او بعد من انولد طبيعي بدون جينيتيك ميوتيشن وفيما بعد صار لها اكوايرد ديورينج لايف. طيب لما نيجي نحكي كلمه برضه تيومرز ار مونوكلونال، ايش المقصود بالمونوكلونال يا جماعه؟ مقصود بالمونوكلونال احنا زي ما حكينا هي خليه واحده يا جماعه بصير لها ترانسفورميشن. لما قلنا كيف صار لها ترانسفورميشن بصير فيها جينيتيك ميوتيشن بتصير اوت اوف كنترول، هيك بنسميها احنا ايش؟ الترانسفورمد سيل، بنسميها ايش؟ ترانسفورمد سيل، صارت مونوكلونال. ترانسفورمد سيل هذه فيما بعد بدات تعمل الخليه عملت تنتين وتنتين عملت اربعه والاربعه عملوا ثمانيه وهكذا. الجين ميوتيشن الاساسيه اللي موجوده في اول خليه تمام هتلاقيها موجوده في كل الخلايا اللي فيما بعد. فيما بعد كل جينيريشن بيجي، كل جيل بيجي من الخلايا بيبدا يكتسب صفات جديده، بيبدا ياخذ ميوتيشن جديده، تصير عندها الخليه هذه عندها قدره اكبر على انها تمارس موضوع الكانسر، بتصير اقوى يعني من ناحيه كانسر، تصير انها تصير اقوى في مواجهه الجسم، اقوى في الانتشار، اقوى في البروليفريشن. لكن الميوتيشن الاساسيه اللي خلت هذه الخليه ترانسفورم سيل موجوده في كل الاجيال اللي بتيجي فيما بعد، موجوده وين؟ في كل اجيال الخلايا اللي بتيجي فيما بعد، عشان هيك بنسميها تيومرز ار مونوكلونال، بيجي في الاساس من خليه واحده، الجين ميوتيشن في هذه الخليه موجوده في كل الخلايا اللي فيما بعد. تيومرز ارايز فروم كلونال اكسبانشن اوف ا سنجل بروجينيتور سيلز، يبقى في اساسه هو جاي من خليه واحده عشان هيك بنسميه مونوكلونال. If such mutations drive carcinogenesis، في حال هذه الميوتيشنز بدأت تقود الخلية هذه لأنها تصير خلية سرطانية، a key prediction is that each cell in an individual tumor should share mutations where present in the founding cell. هذا اللي حكيته، إنه في كل خلية فيما بعد في الجينيريشنز، يعني الخلية هذه ممكن تصير مليون، المليون خلية اللي صاروا تبعات الكانسر هذول كلهم فيهم الجين ميوتيشن الأساسية اللي موجودة في أول خلية، عشان هيك بنسميهم مونوكلونال. تمام، يبقى in such a mutation drive carcinogenesis، الميوتيشن هذه اللي ادت على انها تصير هذه الخليه من خليه عاديه لخليه ترانسفورم لخليه سرطانيه، a key prediction that each cell، في كل سيل المتوقع انه في كل سيل in an individual tumor should share a mutation، موجود فيه الميوتيشن that were present in the founding cell اللي هي single progenitor cell at the time of transformation. يبقى هو الخليه الاساسيه واحده صار لها ميوتيشن، صار فيها جينيتيك ميوتيشن، صارت ترانسفورم سيل، صارت اوت اوف كنترول، بعد هيك عملت اجيال من الخلايا، كل الخلايا اللي جايه فيما بعد كلها فيها الجينيتيك ميوتيشن الاساسيه هذه. تمام، طبعا هيكون فيها انذر جينيتيك ميوتيشنز، هتلاقي اجيال من الخلايا اللي جايه، هتلاقي مجموعات، هتلاقي الخلايا دي قسمت لمجموعات، مجموعه عندها صفه كذا، مجموعه عندها صفه كذا، مجموعه عندها صفه كذا، لكن في الاساس كل هذول الخلايا عندهم نفس الجينيتيك ميوتيشن الاساسيه اللي موجوده. Cancer genes number in the hundreds and the new ones are still being discovered. إحنا كل يوم بنلاقي جينات جديدة للكانسر قاعدة بتكتشف.
One way to try to simplify this complexity is to consider that cancer genes fall into one of the four functional classes. احنا عشان نقدر نسهل علينا دراسة هذه الجينات فقسموها العلماء قسموا الجينات اللي هو الكانسر جينز هذه الكانسر المسؤولة مباشرة عن الكانسر الجينات المسؤولة مباشرة عن الكانسر إلى أربع مجموعات هذه المجموعات حسب واحدة من الفانكشنز تبعتها اللي بتتحكم في الإيش في البروليفريشن وفي السيل ديث. Mutations occur in four classes of regulatory genes. إيش الريجوليتوري جينز هذه أو إيش الفور كلاسز؟ أول واحدة growth promoting proto-oncogenes الجينز المسؤولة عن تحفيز الخلايا للبروليفريشن. هذه مجموعة من الجينات بنسميها proto-oncogenes لما تكون normal, oncogenes لما تكون mutated. تمام؟ proto-oncogenes لما تكون normal يبقى growth promoting proto-oncogenes هدول normal genes. لما تصير فيهم mutation بنسميها oncogenes. تمام؟ هذه الجينات عن إيش مسؤولة؟ مسؤولة عن تحفيز البروليفريشن. تمام؟ growth inhibiting tumor suppressor genes growth inhibiting tumor suppressor genes الجينات المسؤولة عن تثبيط البروليفريشن انها مثلا احنا عارفين في الوضع الطبيعي لقيت مثلا صار عندنا مثلا فقد في 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 اورجان معين بصير تحفيز الخلايا دي انها تعوض الفقد هذا متى ما خلص الفقد هذا تعوضت خلص بيجيها growth inhibitors عشان ترجعها زي ما كانت قبل فالمقصود عندنا الخلايا هذه بتضلها شغالة على طول نفس الوقت بتبطل تستجيب للغروث انهيبيتور تيومر سبريسور جينز تمام برضو عندنا في عندنا الجينز ريجوليتنج ابوبتوسيس احنا قلنا يا جماعه الابوبتوسيس اللي هو البروجرامد سيل ديث تمام الابوبتوسيس اللي هو بروجرامد سيل ديث ايش اللي المطلوب منه اللي مقصود فيه اللي هو الجينات اللي بتتحكم بالابوبتوسيس احنا قلنا يا جماعه الابوبتوسيس بروجرامد سيل ديث بعض الاحيان ممكن يكون مثلا خلايا خلصت وظيفتها بدها تموت خلاص بتعمل ابوبتوسيس بروجرام سيل ديث وبتموت الخلايا اللي خلصت وظيفتها الخلايا اللي ما لهاش لازمه الان احنا قلنا الابوبتوسيس كمان ممكن يكون يعتبر كرد فعل دفاعي اجينست اللي هو اللي هو الابنورمال بروليفريشن المقصود ان في خليه صار فيها جين ميوتيشن في 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 الجين المسؤول عن البروليفريشن وبدت الخلية هذه صار لها uncontrolled proliferation إذا تيومر إذا الجين تبع الأبوبتوسيس شغال هيحمل induction للأبوبتوسيس والخلايا هذه تصير تموت في مهدها فبالتالي هذا كنوع من رد الفعل الدفاعي against cancer فبالتالي الأبوبتوسيس لازم يكون موجود في معظم الخلايا السرطان في معظم الكانسرز على أساس أنه يصير سرطان لأنه زي ما هنشوف كمان شوية أنه الخلل في جين واحد ما بكفي يصير full blown cancer يعني بخلي الخلية تكون مستعدة أكثر ويصير فيها سرطان لكن ما بصير فيها سرطان إلا لو كانت عندها عدة جينات فيها ميوتيشن صح الخلية دي ترانسفورم لكن لسه في بداية تكوينها للسرطان إذا أخذت كمان جين ميوتيشن إضافية صار عندها قدرة أن تعمل كانسر لكن ممكن إذا كان جين تبع الأبوبتوسيس شغال تمام ما راح تقدر إيش راح يقتل الكانسر في مهده فبالتالي لازم يصير عندنا معظم الكانسر بكون عندهم الأبوبتوسيس مش شغال فعندنا اللي هو الثيرد كاتيجوري اللي هي الجينز ريجوليتنج ابوبتوسيس عندنا الفورث كاتيجوري جينز ذات ريجوليت انتراكشنز بين تيومر سيلز اند هوست سيلز هذا المقصود فيها بشكل كبير اللي هو مقصود فيها اللي هو ايفيجن اوف اميون سيرفيلانس المقصود هنا يا جماعه اللي هو علاقه الخلايا التيومر سيلز مع الهوست سيلز مع الـ مع الـ مع الـ مع الستروما اللي بتكون فيها الخلايا هذه جماعه اي ستروما في الخلايا فيها خلايا بتدافع عن الجسم against الكانسر المقصود هنا الجينات اللي بتتحكم في هذه العلاقه بين التيومر سيلز والهوست سيلز هي اللي بصير فيها ميوتيشن فبالتالي الخليه هذه بتصير بدل ما بتصير انها يعني بدل ما بصير الجسم يحاربها بصير الجسم يساعدها على الكانسر لانه الجينات هذه صار لها ميوتيشن فالمقصود هنا الجينات ذات regulate interactions between tumor cells and host cells المقصود فيها الجينات المسؤولة عن علاقة الخلايا للتيومر مع خلايا الجسم الأخرى بما فيها خلايا المناعة تمام؟ في الوضع الطبيعي إذا خلايا المناعة شغالة متى ما تعرفت على خلية كانسر راح تقتلها في مهدها فالمقصود إنه الجينات المسؤولة عن العلاقة بين التيومر cells والخلايا هذه الجين الاميون cells بتكون اذا صار فيها الجينات المسؤوله عن الاميون سيلز صار فيها مشكله او صار فيها ميوتيشن صارت اصبحت العلاقه بين التيومر سيلز والهوست سيلز بدل ما كانت علاقه عداوه صارت علاقه صداقه فصارت الخلايا بس صارت بدل ما صارت الخلايا الجسم هذه اللي الاصل في الاساس الاصل انها
تكافح لتيومر سيل صارت تساعدها نتيجة الميوتيشن اللي صارت فيها. فهي المقصود بالإيش؟ بالكاتيجوري الرابعة. بالكاتيجوري الرابعة المقصود فيها بالجينات المسؤولة عن العلاقة بين خلايا الجسم وبين خلايا التيومر سيلز. في الأساس في الوضع الطبيعي لازم تكافح التيومر سيلز، لما صار لها ميوتيشن صارت إيش؟ لما صارت الميوتيشن صارت الخلايا دي تساعد الخلايا الكانسر، أو على الأقل إنها ما تكافحها. هاي عندنا الأونكوجين. الأونكوجين زي ما حكيت اللي بحفز سيل بروليفريشن. لما يكون عندنا لما يكون البروت أونكوجينز هو اللي هو إيش؟ هو النورمال. أجاها إندكشن اشتغلت، راح الإندكشن وقفت. الأونكوجينز ميوتيشن أجاه ولا ما جاه شغال على طول، زي ما شايفين شغالة وين على طول وبتعمل بروليفريشن على طول. التيومر سبريسور جينز برضو نفس الاشي، اجاها سيجنال انه توقف، بتشتغل التيومر سبريسور جينز وتوقف البروليفريشن. الان لما التيومر سبريسور جينز تكون مش شغالة حتى لو اجت السيجنال على الفاضي هتضل شغالة البروليفريشن، لانه التيومر سبريسور جين المسؤول عن تثبيت البروليفريشن مش شغال. تمام، نيجي الان على ريجوليتوري جينز اوف كانسرز. كمان مرة لقيت هدول، حكينا على الكاتيجوريز، نحكي على الجينز نفسها. عندنا الأونكوجينز، جينز ذات انديوس تيومر سيل بروليفريشن، هذا يعني شرح مرة تانية اللي حكيته قبل شوية. التيومر سبريسور جينز ميوتيتد جينز ذات ار نورمالي بريفنت اند كنترولد جروث. في الوضع الطبيعي هذه الجينز اذا كانت شغالة بتكون ايش؟ بريفنت اند كنترولد سيل جروث، بريفنت اند كنترولد سيل جروث. لكن لما تصير ميوتيتد ايش بصير فيها؟ بتبطل تعمل هيك، فبتصير الخلايا يصير بروليفريشن without suppression، يعني بدون كوابح. الثالثه اللي هي جينز ريجوليت ابوبتوسيس برايمري اكت باي انهانسينج سيل سيرفايفل. الجينز هذه اللي تبعت ابوبتوسيس لما يصير لها ميوتيشن حتى لو اجت السيجنال الابوبتوسيس ما راح تكون شغاله. حتى لو اجت السيجنال تبعت الابوبتوسيس ما راح تكون شغاله. احنا قلنا واحد من خط الدفاع الاساسي اجينست كانسر اللي هو الابوبتوسيس. اي خليه بصير لها ابنورمال بروليفريشن ات ويل انديوس ابوبتوسيس. اذا الجين تبع الابوبتوسيس مش شغال ما راح يصير ابوبتوسيس، معناته الخليه هذه راح تضل شغاله على طول برايمري الاكت ومش راح تموت. برايمري اكت باي انهانسينج سيل سيرفايفل راذر ذان ستيميليتنج بروليفريشن بير سي. المقصود هنا في الجين ريجوليتنج ابوبتوسيس انه هو ما بحفز بروليفريشن، لكن على الاقل انه بيمنع انها خلايا هذه انها تموت. في الوضع الطبيعي لو الابوبتوسيس شغال هذه الخلايا راح تموت باي ابوبتوسيس، فبيمنع الابوبتوسيس اذا كانت الجينز ذات ريجوليت ابوبتوسيس ميوتيتد. تمام، جينز ذات ريجوليت انتراكشنز بين تيومر سيلز اند هوست سيلز، ذيز جينز ار ريكورنتلي ميوتيتد اند اور فانكشنالي الترد ان سيرتين كانسرز. في بعض الكانسرز بارتيكولارلي امبورتنت ار جينز ذات انهانس اور انهبيت ريكوجنيشن اوف تيومر سيلز باي ذا هوست اميون سيل سيستم. اهم جينات في هذه الكاتيجوري يا جماعه اللي هو الجينات المسؤول عن الهوست اميون سيستم. في الوضع الطبيعي الهوست اميون سيستم ما يكون شغال لما بشوف اي خليه كانسر بدمرها في البدايه، زي ما نشوف كمان شويه نحكي عنها. تمام، في الوضع الطبيعي لما يكون الجين المسؤول عن الهوست اميون سيستم مش شغال اللي هو مسؤول عن الانتر اكشن بين تيومر سيلز اند هوست سيلز ممكن يكون مش شغال، فتبطل الخلايا اللي هو المناعه تتعرف على الكانسر سيلز. في بعض الاحيان مش بطل تتعرف، كمان في بعض الاحيان بتصير تساعدها كمان على الكانسر، بتصير ايش؟ تساعدها على الكانسر. ان شاء الله تكون هذه النقطه واضحه. inherited cancer syndromes ان امراض وراثيه للكانسر تتوارث. تمام، causative mutations sometimes are inherited in the germ line. زي ما حكيت بتكون الميوتيشن موجوده في الخلايا في الجيرم سيلز في الايش في الزايجوت بتكون موجوده، عشان هيك لما بتبدا يتكاثر بيبدا يتكون الجنين، فبتكون هذه الميوتيشن موجوده في كل خلايا الجسم and are therefore present in every cell in the body. تمام، placing the affected individual at high risk of developing cancer. فبصير الجسم هذا اللي في كل خلايا جسمه في ميوتيشن معينه بكون هذا عنده هاي ريسك، عنده خطر عالي انه يصير كانسر، يعني بتكون نسبه عاليه انه يصير فيه كانسر، نسبه عاليه بصير فيه كانسر. عشان هيك inherited mutations تبعت الكانسر بتكون ايش لما نكتشفها بده هذا المريض يكون ايش؟ يكون حريص جدا، بده يكون متابع جدا، عشان فيما لو صار عنده كانسر انه ايش؟ انه ينكشف في البدايه. في بعض الاحيان ممكن ينعمل لهم بروفلاكتيك اكسجين للمنطقه، مثلا في بريست فاميليا البريست كانسر تعمل بروفلاكتيك ماستكتومي انها تشيل البريست بشكل ايش؟ بشكل مقدم، او مثلا تشيل الاوفريز
تمام understand in families in which these germline mutations are passed from generation to generation cancer behaves like an inherited trait. في هذه الحالات اللي بكون فيها inherited cancer syndrome بتلاقي الكانسر يعني بيتصرف زي كأنه إيش زي كأنه إشي وراثي فبصير يعني by default يصير الكانسر في الغالب by default يصير الكانسر في الغالب إن شاء الله تكون واضحة. inherited cancer syndrome مقصود فيها mutation بتكون بصير لها تتوارث عن طريق الجيرم لاين تمام فبالتالي بتكون موجودة في كل خلية من خلايا الجسم فبتخلي البني آدم هذا اللي انولد بتكون high risk of developing cancer وبيبقى الكانسر behaves as like inherited trait. inheritance of a single mutant gene increase the risk of developing a tumor. وفي العادة في الغالب بكون الانهيرتد كانسر سيندرومز في الغالب بتكون سنجل ميوتنت جين فبنبقى عارفينه هذا الجين في بعض الاحيان الفاميليا الكانسرز هذه ديفلوب في العادة بتكون الناس اللي عندهم امراض كانسر متوارثة الفاميليا الكانسرز بكون في العادة بايلاترال تيومرز يعني بدل ما يكون في شقة واحدة في الانسان اللي بيكون الاكوارد ميوتيشن ديورينج لايف في العادة الانهيرتد كانسر بتكون بايلاترال سواء مع بعض او واحدة بعد الثانية يعني مثلاً right breast to left breast, right ovary to left ovary, تمام؟ and are at risk of developing other primary tumors. ممكن يكون عنده هذا, يكون عنده multiple cancers, multiple primary. يكون عنده مثلاً سرطان الغدة الدرقية مع سرطان البريست مع سرطان العظم. ممكن يكون عنده أكثر من سرطان في نفس الوقت أو during life. لأنه هذا عنده زي ما أنتوا شايفين, زي ما أنتوا عارفين, زي ما حكينا إنه في كل خلية من خلايا الجسم فيها mutation. فبالتالي أي organ ممكن يصير فيه tumor. فبالتالي هذا بيكون عرضة إنه يصير معه إيش؟ إنه يصير معه كانسر تيومر during إيش during life أكتر من primary تيومر. لما نيجي نحكي الآن عن molecular basis of cancer neoplasm arising in a single clone of cells monoclonal proliferation هذا اللي حكينا في البداية خلية واحدة بصير لها transformation بعد هيك إيش تبدأ عنا إيش the proliferation وكل الخلايا الأجيال اللي تيجي فيما بعد فيها نفس the mutation. الكارسينوجينيسيس از مالتي ستيب بروسيس زي ما حكيت هي جماعه النقطه اللي بدنا نعرفها يا جماعه انه سنجل جين ميوتيشن ما بتكفي عشان تعمل الكانسر بكافه اركانه هي بتساعد في بدايه الكانسر هي الشراره الاولى بتكون لكن ميوتيشن واحده ما بتكفي بتبدا في ترانسفورم سيل بعد هيك مع الاجيال بتبدا تكتسب صفات جديده لو ما اكتسبت صفات جديده ما راح يصير كانسر راح تضلها خلايا خامله لغايه ما يصير عندها قدره على انها تكتسب صفات جديده لغايه ما تصير ايش الكانسر بشكل واضح يبقى في البدايه بتكونش عندها القدره طالما سنجل جين ميوتيشن ما بتكون عندها القدره على انها تعمل ايش تعمل تيومر او تعمل كانسر بكافه اركانه بتكون لسه في البدايه لسه ما عملت كانسر ما حدا بيقدر يكتشفها يبقى fortunately in most if not all instances في كل الاحوال تقريبا no single gene mutation is sufficient to transform normal cell into a cancer cell ممكن تصير ترانسفورم سيل لسه لكن ما صارت كانسر سيل تتحول لترانسفورم سيل لكن لسه ما صارت كانسر سيل اللي فيها عده اللي فيها الاركان معظم الاركان الاساسيه تبعت الكانسر تمام يبقى بتحول الخليه لخليه ترانسفورم سيل في الطريق الى انها تكون الكانسر لكن في البدايه سنجل جين ميوتيشن لحالها ما بتكفي بتصير خليه ترانسفورم بس بتصير ايش عند استعداد اكبر بكتير انها تتحول لكانسر ليش لانه قطعت خطوه هي مالتي ستيب قطعت اول خطوه بعد هيك الخطوات الجاية ممكن تكون أسهل تمام؟ يبقى carcinogenesis is thus a multi-step process عبارة عن عدة خطوات تبدأ بالترانسفورم سيل فيها الجين ميوتيشن الأولى اللي موجودة في كل الخلايا فيما بعد بعد هيك تيجي الأجيال وكل جيل بيكتسب صفات جديدة لغاية ما يصير عنده الصفات الأساسية تبعت الكانسر وكلها موجودة بيبدأ يصير عنده قدرة إنه يكون كتلة ويعمل كانسر ويعمل تيومر تمام؟ يبقى carcinogenesis is thus a multi-step process resulting from accumulation of multiple genetic alterations. تبدأ بواحدة بعدك بيبدأ يراكم واحدة وراء الثانية وراء الثالثة accumulation of multiple genetic alterations that collectively give rise to transformed phenotype and all of its associated hallmarks. مقصود transformed phenotype اللي هو الخلايا السرطانية اللي بنشوفها بتكون كاملة بتكون خلايا خلاص تحولت وصارت خلايا كاملة عندها قدرة على انها تعمل سرطان بسهولة تمام؟ يبقى carcinogenesis is thus a multi-step process زي ما حكيت بحسن الحظ انه كمان مره يا جماعه بحسن الحظ انه
خلية واحدة single gene mutation لحالها ما بتكفي إنها تعمل cancer cell. بتعمل transformed cell آه تمام، لكن ما بتعمل cancer cell، ما بتعمل cancer cell. transformed cell هذه بتاخد أول mutation، تعمل أول generation، تاني generation بده ياخد إيش another mutation، another mutation يصير عندنا صار أقوى شوية، كمان جيل الثالث أخذ كمان mutation صار إيش صار أقوى شوية تمام. بعد هيك fourth generation صار أقوى أقوى بزيادة لغاية ما إيش يمكن على الجيل الخامس مثلا السادس مثلا أنا بحكي تمام، صارت عندها القدرة، صار عندها مثلا اللي هو الماركس تبعت الكانسر معظمها اكتملت، صارت عندها قدرة عنها تصير تعمل proliferation وتشرد من الدي أوبتوسيس وتشرد من الديث أو تشرد من الميون سيرفيلانس وتشرد من الـ من الـ الـ من الـ التيومر سبريسور جينز، صارت ميوتيتد وصار عندها قدره على الانجيوجينيسيس وقدره على الـ على اللوكال انفيجن، خلص صارت ايش صارت عندها عندها قدره على البروليفريشن لوكال انفيجن، وبعد هيك على ديستنت ميتاستاسيس فتحولت لكانسر سيلز، فتحولت لكانسر سيلز. ستيبس ان نيوبلاستيك ترانسفورميشن كمان مره تبدا بدون ليثال دامج، صارت ترانسفورميشن، ترانسفورميشن صارت الخلايا خليه فيها جينيتك ميوتيشن واحده، بعد هيك ايش صار عندنا؟ صار عندنا accumulation of multiple genetic alterations that give rise to transformed phenotype. تحولت من transformed genotype اللي هو خليه واحده فيها جينيتك ميوتيشن، تحولت لعده خلايا فيها عده جينيتك alterations. tumor can arise from non-neoplastic precursor lesions which possess some of the mutations to establish full blown cancer. مقصود انه الخلايا الترانسفورمد هذه اللي فيها لسه فيها جينيتك ميوتيشن واحد او تنتين لسه ما عندهاش قدره تعمل كانسر، متى ما بدات تكتسب تتحول لكانسر. سيل بروليفريشن ممكن في البدايه يكون بولي كلونال، يكون عندنا مثلا شيء طبيعي يحفز البروليفريشن، بعد هيك واحده من هذه الخليه واحده من هذه الخلايا صار فيها ترانسفورميشن بتتحول لمونوكلونال، بتحول ساعتها من شيء بيناين لشيء مالجنت، من شيء رياكتيف شيء يعتبر طبيعي في الجسم نتيجه اللي هو تحفيز البروليفريشن لاي سبب إن كان. واحدة من الخلايا هذه اللي صارت during active proliferation يعني تحت السيطرة، واحدة منهم تحولت صارت transformed cell صارت out of control تمام؟ monoclonal صار proliferation of genetically identical cells، مقصود فيها كل الخلايا بيكون فيهم نفس gene mutation الأساسية. بعدك بصير عندنا ثلاثة يبقى بتبدأ non-lethal damage، بعدك بصير عندنا cell proliferation بعد ما اكتسبت الصفات اللي عندها اللي أعطتها القدرة على proliferation forever تمام؟ بعدك بصير عندنا genetic instability، المقصود هنا انها بدأت تعمل accumulation more and more اللي هو الكانسر more and more features اللي هو المقصود فيها الكانسر features أو الماركس another genetic mutations تمام. The genetic instability of malignant phenotype cells with diverse features يبدا صار عندنا حاجه اسمها تيومر بروجريشن. تيومر بروجريشن مقصود فيها انه طول ما في جينيريشنز ماشيه وطول ما هي بتكتسب مور اند مور جينيتك ميوتيشنز لغايه ما تصير خليه عندها كل الاركان القادره انها تعمل كانسر بالكامل تمام. تيومر بيكم مور اجريسيف، بصير التيومر مع البروجريشن هذا بيكتسب صفات جديده، بصير عنده قدره اكثر على الانفيجن، قدره اكثر على الميتاستاسيس تمام، اند اكواير جريتر مالجنت بوتنشال. بتصير ايش بداية التيومر بيبدأ ضعيف بدأ شوي شوي يقوى، كل ما اكتسب صفات جديدة كل ما صار عنده قدرة على لغاية ما صار عنده يصير عنده قدرة على انفيجن ميتاستاسيس، يصير عنده قدرة على الانجيوجينيسيس، يكبر بزيادة ويبدأ يبعت ايش يبدأ يعمل ميتاستاسيس تمام. genetic evolution and selection can explain two of the most pernicious properties of cancers. ايش هما؟ اللي هما the tendency of cancer to become more aggressive and less responsive to therapy over time. مقصود فيها انه هذه هو تيومر بروجريشن يا جماعه. ايش مقصود بتيومر بروجريشن؟ ايش المقصود كمان مره؟ هذا سؤال في امتحان ممكن يجيكم او في التكليف اللي راح يجيكم راح احطه على 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 الهذا. تيومر بروجريشن المقصود فيه يا جماعه تيومر بروجريشن اللي هو اكتساب صفات جديده، gain more and more properties of cancer mutations لغايه عشان يصير ايش ساعتها بصير التيومر more aggressive تمام and less responsive to therapy، بصير ايش كمان حتى يقدر يكافح العلاج اللي ممكن ياخده المريض. عشان هيك بتلاقي العلاج بنعطيه للمريض الكانسر في اول مره ولو رجعنا مره تانية ما بنعطيه نفس العلاج، لا بنعطيه علاج تاني لانه في الغالب صار عنده مناعه ضد هذا العلاج تمام، لان نتيجه الجينيتك ميوتيشن الجديده اللي اكتسبها
تلاقيه تعلم التيومر من المرة الأولى وأجل العلاج، عارف إنه العلاج هذا بيكفي حاجة منه، فبتلاقي الميتيشنز اللي بيكفيها العلاج الأول شالها وعمل ميتيشن جديدة أو عمل صفات جديدة صارت عنده قدرة على مكافحة هذا العلاج. عشان هيك في الغالب إحنا بنغير العلاج هذا إذا زبط، في الغالب ممكن يكون ما يزبطش، لأنه دائما لما برجع للتيومر مرة تانية بيكون الوضع صعب أصعب بكتير من المرة الأولى. تمام؟ فعندنا هو genetic evolution أو tumor progression. تمام مرة يا جماعة، tumor progression المقصود فيه إنه تبدأ بترسفورم سيل، بعدك تبدأ تعمل generations. generations هذه طول ما هي قاعدة بتتكاثر وهي بتكتسب صفات جديدة، هاي المقصود tumor progression. tumor progression إنه بيكتسب طول ما هو بتكاثر قاعد، هو بتكتسب صفات جديدة بتكون صفات إيش أصعب وصفات أكتر قدرة على الكانسر. تمام؟ فبالتالي بتخلي التيومر هذا more aggressive and less responsive to therapy over time. هاي عندنا كمان مرة normal cell صار فيها DNA damage، والله إذا DNA damage تصلح تعود ترجع normal cell، ما فيش أي مشكلة. هاي normal cell مثلا أجاها مثلا acquired DNA damage mutation أو ممكن chemical virus degradation صار DNA damage، إذا تصلح رجع الطبيعي، ما تصلح صار إيش عندنا mutation in the genome or the somatic cells. mutations هذه إيش راح تسوي؟ راح تبدأ تعمل ترانسفورم سيل وتبدا تكتسب صفات جديده، تبدا تكتسب صفات جديده، تعمل اكتيفيشن اوف بروموتينج اونكوجينز، ان اكتيفيشن اوف تيومر سبريسور جينز، التريشن ان جين ذات ريجليت ابوبتوسيس، بالاضافه لكمان للجينات المسؤوله عن الانتر اكشن مع ايش، مع اللي هو الهوست هذا خصوصا خلايا المناعه. النتيجه هيكون عن ان ريجليتد سيل بروليفريشن، ديكريست ابوبتوسيس، لانه لو هذا اشتغل لحاله وهذا ما كانش الابوبتوسيس كان شغال هذا هيكافي حادة ساعتها الابوبتوسيس إذا كان شغال، لكن إذا كان هذا مش شغال وهذا unregulated cell growth هيأدي في الآخر لإيش؟ للكانسر، هيأدي لإيش؟ للكانسر. هذا multi step كمان مرة. تمام؟ يعني هنا يا جماعة بلاش transform cell، هذه عبارة عن cancer cell، خليها cancer cell عشان تكون إيش الأمور أوضح. كمان مرة normal cell يعني damage failure يعني repair mutation in the genome activation of proto-oncogenes inactivation of tumor suppressor genes alterations in genes that regulate apoptosis هيأدينا لإيش؟ unregulated cell proliferation decrease apoptosis. زي ما حكيت هذه لحالها ما بتكفي، لازم تكون هذه كمان مش شغالة. إذا هذا شغال الجين ما كانش عندنا alteration in gene regulate apoptosis، تمام؟ unregulated cell growth راح يتم مكافحته وراح يتم معادلته. فبالتالي هذا المقصود بالبروغريشن. تمام؟ بتبدأ بسيل، لكن مثلا على فرض مثلا بدت سيل صار فيها ميوتيشن في واحد من الجينات المسؤولة عن الأونكوجينز وبدت بروليفريشن، إذا كان الأبوبتوسيس شغال راح إيش؟ راح تقلل، راح تكبح جماح الخلايا اللي تعمل بروليفريشن، لكن في البداية مثلا عشان هيك في البداية صار بروليفريشن لكن ضعيف. تمام؟ صار بروليفريشن لكن بتيجي لهذا التيومر سبريسور جين بتثبطه، بتيجي الأبوبتوسيس بتثبطه. تمام؟ في الجيل الثاني أخذ جينات اللي عملت inactivation of tumor suppressor genes صارت إيش؟ صارت اللي هو الكوابح تبعت proliferation صارت أقل حدة، لكن الأبوبتوسيس لسه موجود. في الجيل الثالث قدر يعمل الجينات تبعت الأبوبتوسيس صارت mutated، هنا صارت إيش؟ صارت الطريق ممهدة على إنه يصير عندنا unregulated cell proliferation with decreased apoptosis، صار عندنا clonal expansion، هنا صار عندنا إيش؟ clonal expansion، صار عندنا إيش؟ صار اللي هو بدأت الخلايا تتكاثر بسرعة بدون أي كوابح. تمام؟ لما صار لها بدون أي كوابح، تمام؟ بعد هيك بدأت تكتسب صفات، صار عندنا unregulated cell growth clonal expansion، لكن لسه clonal expansion لحاله ما بكفي. احنا قلنا عشان يقدر التيومر يكبر عن 1 ل 2 ملي لازم يبدأ يعمل vessels جديدة، فيبدأ يكتسب صفات اللي بتحفز الانجيوجينيسيس. تمام؟ وبعد هيك كمان عشان يقدر يشرد اميون لانه صارت كرون اكسبانشن صارت اكثر عرضه لخلايا المناعه، بدا شوي شوي يكتسب صفات اللي تقدر انها تخليها تشرد من المناعه، ممكن بعض الاحيان انها تهاجم المناعه. تمام؟ وتكتسب صفات جديده، صفات جديده، فبصير عندنا التيومر بروجريشن. هنا بصير عندنا هان التيومر بروجريشن. التيومر بروجريشن وظيفته ايش في الاخر؟ هيصير عندنا التيومر بصير عندنا مور اجريسيف، ليس ريسبونسيف تو ثيرابي اند ليس ريسبونسيف تو تيومر سبريسورز. تمام؟ هصير عنده مالجنت نيوبلازم وبصير عنده قدره مع هذا، وبصير عنده قدره انفيجن اد ميتاسيس.